إنها حكاية الثورة الفلسطينية. هذه الثورة فسكبوا فيها أسماء وأغنام يملكون، سكبوا فيها دماءهم الذي ما زال يئن صباح مساء تحت نير القيد الاحتلالي الصهيوني العربية الإسلامية. وما له من نصير إلا أبناء غزة المستضعفين، الكلمة الفصل وأبناء عائلاتهم ودمائهم وأرواحهم في سبيل الله. فليتفضل الأخ القائد الكبير. فما زالت أيدينا على الزناد، وما زال دمنا يسيل في الطرقات، وما زالت بيوتنا مهدمة لم تبنى بعد، وما زالت أجساد أبنائنا وقادتنا في المقابر، وما زلنا ضاغطين على الزناد حتى التحرير بإذن الله. صعوبها وتلتهم دولنا مشاكل، من لشيوخنا وأطفالنا يضربون على أعيننا افرحوا، ولن يطول مقامكم البائس هناك. كانت غزة لا تعاني هذه المشاكل، وسلمنا الحكومة على طبقا من حرير، وقلنا يا عم نريد وحدة وطنية وتطبيق الاتفاقيات، وتعالي أيها الحكومة، أعطيناها الثقة. نعم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. بكل اطمئنان، مشكلة الكهرباء يا شعبنا مشكلة سياسية بامتياز، يقودها رجال وسياسات قابحة في الضفة الغربية متساوقة مع الاحتلال ومع بقاء الحصار على قطاع غزة. اسمعوا يا شعبنا ويا ابنائنا، وإليكم بعض الحقائق. نقول لإخواننا في قلب أوروبا، لجالياتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية، حاصروا السفارات الصهيونية، حاصروها في كل العالم، حاصروها في كل مكان، حتى يعلم الاحتلال أن للأقصى رجال وأن للقدس حماة نشرهم الله في ربوع الدنيا بكاملها. فإن وجدوا فسحة في فلسطين فلن يجدوا مثلها في بقاع الدنيا كلها. آن الأوان لأمتنا، لشعوبنا، لمنظماتنا، لأحرارنا أن ينتفضوا للقدس قبل فوات الأوان. أخيرا نقول للاحتلال، لن نسمح لك أن تنفرد بالأقصى حتى لو كلفنا ذلك ما كلفنا، حتى لو كانت رقابنا، حتى لو كانت أعناقنا، حتى لو كانت دماؤنا هو المهر. فوالله مهر القدس رخيص. نسأل الله القبول، نسأل الله العلي القدير أن يحفظ غزة، وأن يحفظ المسجد الأقصى، وأن يحفظ المرابطين والمرابطات. سحقا لكل المتآمرين، سحقا لكل المتآمرين، سحقا لكل المتآمرين على القدس والأقصى وعلى غزة والمقاومة. والسلام عليكم ورحمة الله.